أهلا بكم مشاهدينا في تغطيتنا المستمرة لملحمة طوفان الأقصى في يومها 13%. الأعين نحو لاهاي حيث يحاكم الاحتلال. ساعات قليلة وتصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن إسرائيل. فهل تأخذ العدالة مجراها بحق تل أبيب بعدما أدانها الرأي العام في التظاهرات الحاشدة في مختلف القارات؟ وماذا بعد فشل إسرائيل في غزة وصمود المقاومة؟ ماذا يحمل مدير الاستخبارات المركزية في زيارته للمنطقة؟ وماذا عن مقترح الاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين؟ الكثير من النقاشات خلف الكواليس وكلها لها مبتدأها عند حماس وهو وقف إطلاق النار قبل أي نقاش حول الأسرى. أهلا بكم إذن معنا في هذه الساعة مراسلنا من غزة من رفح بالتحديد أكرم دلول، نبدأ معه ليطلعنا على آخر المستجدات لهذا اليوم من العدوان الإسرائيلي على غزة. أهلا بك. اسمح لي فقط أن أشير أكرم بما أنه يعني يظهر على الشاشة أيضا ضيفنا من إسبانيا خوليو دياز الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني الشعبي. أهلا بك أستاذ خوليو، نعود إليك بعد أن نعرف آخر مستجدات الميدان في غزة. تفضل أكرم أكمل. كنا نتحدث عن المجازر الإسرائيلية المستمرة والعدوان المتصاعد ضد قطاع غزة يارا، وبالتالي ما ارتكبته إسرائيل خلال الساعات الماضية 21 مجزرة راح ضحيتها 200 فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، هذا ما أكدته وزارة الصحة. وبالمناسبة هذا العدد هو فقط من وصل إلى مشافي قطاع غزة، مع العلم أن هناك أعداد كبيرة من الشهداء وكذلك الجرحى لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، على اعتبار أن القصف الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف التي تمنع في إطار خرق إسرائيل لكل القواعد والمواثيق والأعراف الدولية بحق يعني أهالي قطاع غزة. وبالتالي الغارات الإسرائيلية تكثفت وتواصلت خلال الساعات الماضية دون أن تستثني أي من محافظات القطاع، مع تركيزها بالتأكيد على مدينة خان يونس التي تتعرض إلى عدوان بري وجوي وبحري مستمر. هذا العدوان في الساعات الماضية أدى إلى استشهاد 70 شهيد وصلوا إلى مشافي مدينة رفح. هؤلاء يعني كان يفترض أن يصل معظمهم إلى مشافي مدينة خان يونس، ولكن مشافي المدينة بما فيها مشفى ناصر ومشفى الأمل يتعرضان إلى قصف إسرائيلي مركز، وبالتالي تحاصر الطواقم الطبية والمرضى والمسعفون داخل هذه المستشفيات. حتى الآن أيضا الحديث يدور عن قصف إسرائيلي يستمر على خيام النازحين ومراكز إيوائهم، لا سيما المقار التابعة للأمم المتحدة. وفي الساعات الماضية كان هناك حديث لتوماس وايت وهو مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة، أشار إلى أن مرافق وكالة الأونروا في خان يونس تحديدا تتعرض إلى قصف إسرائيلي متواصل، ويعني شدد على ضرورة أن تكون هذه المقار محمية على اعتبار أن هناك 43 ألف فلسطيني نازح مسجلون في هذه المقرات وتحديدا في مدينة خان يونس يتعرضون إلى هذا القصف الإسرائيلي. هذا بالتأكيد يعني يشير إلى أن إسرائيل ما زالت ماضية في استهداف حتى مقار الأمم المتحدة التي ترفرف عليها رايات المنظمة الأممية. والمعلوم بأن إسرائيل انتهكت يعني مواثيق الأمم المتحدة حتى في شمال القطاع حينما كانت تتمادى في عدوانها على مدينة غزة وشمالها، والآن تكرر ذات المشهد في مدينة خان يونس جنوب القطاع. كذلك الحديث يدور عن أن الدبابات الإسرائيلية ما زالت تنتهك حرمات المقابر في مدينة خان يونس، 16 مقبرة دنستها إسرائيل في العدوان البري على معظم مناطق قطاع غزة بحسب آخر التقارير، وهذا يؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يستثني من عدوانه حتى الأموات. يتم نبش قبور الشهداء الذين دفنوا حديثا، ويتم يعني كذلك التنكيل بهم واحتجاز أو ربما أسر بعض جثامين هؤلاء الشهداء. لا تعلم تفاصيل يعني بشأن نوايا إسرائيل من هذه السياسة العدوانية. نعم. ولطالما
حينما سرقت جثامين هؤلاء الشهداء ونقلتها إلى الداخل المحتل سرقت أعضاء من هؤلاء الشهداء، هذا ما أكدته وزارة الصحة وأيضا المكتب الإعلام الحكومي هنا في قطاع غزة. الغارات الإسرائيلية بالتأكيد استهدفت الليلة الماضية منازل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، كان هناك استهدافا لمنزل الصحفي إياد الرواغ الذي يعمل في إذاعة الأقصى وقضى 11 على الأقل برفقته من عائلته، وكذلك كان هناك استهدافا لمنزل في بلدة الزوايدة بالإضافة إلى منازل أخرى في رفح وأيضا في المنطقة الوسطى وفي مدينة غزة والشمال. نعم، طيب الآن ننتقل أيضا لصعد هذه المرة وهذه التظاهرات الحاشدة في صعدة، ومعنا من هناك مراسل الميادين أحمد زبيبة ليضعنا في تفاصيل هذه المظاهرات، الشعارات واللافتات المرفوعة فيها. نعم، هي مسيرات كبرى تخرج في مدينة صعدة، وهي مسيرات صباحية صباح اليوم الجمعة نصرة لغزة والشعب الفلسطيني. هذه المسيرات هي تخرج كل أسبوع بالملايين، سواء في مدينة صعدة كمسيرات صباحية اليوم وفي غيمة وفي محافظة مأرب وكذلك بقية المحافظات، تكون هناك أيضا مسيرات كبرى نصرة لغزة والشعب الفلسطيني. اليوم هناك شعار موحد لكل تلك المسيرات التي ستكون في أكثر من 50 ساحة في المحافظات اليمنية. الشعار هو يقول أن اليمن وفلسطين في خلاف واحد. هذه المسيرات في الميادين والساحات تؤكد أن الأنشطة اليمنية الجماهيرية مستمرة، سواء على الجانب الجماهيري الشعبي، على الجانب الإعلامي السياسي وأيضا العسكري. المكافات دائما هي تأتي ضد التحركات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، وأيضا تندد باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. هناك دعوات كبرى وغليان شعبي يطالب القوات المسلحة اليمنية بتكثيف عملياتها في البحر الأحمر لزيادة الضغط على أمريكا، وأيضا حدث معها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. هناك تحرك كبير من أجل إنهاء المعاناة الكبرى في غزة، وهذه التحركات الشعبية هي تتزامن مع العمليات العسكرية المتواصلة للقوات البحرية اليمنية، وتكون أسبوعيا وتخرج أسبوعيا بنفس الحماس بنفس الخروج الجماهيري الكبير. نعم أحمد زبيبة، شكرا جزيلا لك. نعود مجددا لفلسطين هذه المرة للضفة الغربية المحتلة، ومعنا من هناك أيضا محمد سمرين. أهلا بك محمد، ضعنا في تفاصيل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لهذا اليوم. أهلا بك وبجميع السادة المشاهدين. أوضاع الضفة الغربية كما كل ليلة اقتحامات مكثفة من قبل قوات الاحتلال وتصدي من قبل المقاومين. نبدأ من محافظة قباس شمال شرق الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء في مدينة قباس ونشرت قناصتها على المباني المرتفعة. في الأثناء المقاومون تمكنوا من التصدي لهذه القوات واشتبكوا معها طيلة فترة اقتحامها للمدينة. أيضا تمكنوا من إلقاء عدة عبوات ناسفة محلية الصنع تجاه هذه القوات، وفجروا بعض العبوات الناسفة قرب حاجز التيسير القريب والمؤدي إلى مدينة طوباس. قبل انسحابها عملت قوات الاحتلال إلى تدمير صور للشهداء وضعت على دوار وسط المدينة، وهذا ما دأبت عليه قوات الاحتلال مع كل اقتحام لمدن الضفة الغربية المحتلة. أيضا في بلدة يسوف بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، قوات الاحتلال اقتحمت هذه البلدة وداهمت منزل الأسير أحمد جمال عزام، وقامت بتخريب محتويات هذا المنزل وصادرت سيارة الأسير ومصاغا ذهبيا لزوجته. يذكر أن الأسير أمضى ما يزيد عن 9 سنوات
في سجون الاحتلال، وزوجته أمضت ما يزيد عن 4 سنوات كذلك في سجون الاحتلال. صباح هذا اليوم وقبل نحو ساعة من الآن انسحبت قوات الاحتلال من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة بعد اعتقال الشابين حمزة طلب ومعاد زهران. خلال انسحاب هذه القوات من المخيم باتجاه مستوطنة تساغوت أقدم مقاومون على إطلاق النار بشكل كثيف تجاه قوة راجلة أثناء انسحابهم من المخيم، وقد لاحظ الأهالي هروبها من المنطقة بعد تعرضها لإطلاق النار. في مدينة القدس المحتلة أيضا في محيط حاجز مخيم شعفاط شرق المدينة الليلة الماضية شهد هذا الحاجز مواجهات عنيفة لربما هي الأعنف منذ 7 أكتوبر. قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة وأطلقت قنابل الغاز بشكل كثيف تجاه منازل الأهالي، كما أغرقت منازل الأهالي بسيارة المياه العادمة وأغلقت الحاجز لعدة ساعات. أخيرا في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة منذ 3 من فجر هذا اليوم تنشر قوات الاحتلال عناصر شرطتها بأعداد كبيرة في محيط المسجد الأقصى وتعرقل وصول الأهالي إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وضعت سواتر حديدية في منطقة باب العمود ونشرت أعدادا كبيرة من الشرطة والخيالة في محيط باب الأسباط. منذ 7 أكتوبر تمنع قوات الاحتلال الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى وتفرض يعني عراقيل كبيرة على دخول بقية الفلسطينيين، فيما تمنع جميع أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى. كل الشكر لك محمد سمرين على وجودك معنا من رام الله، وشكرا أيضا لأكرم دلول مراسل ميادين الذي كان معنا من رفح، وأحمد زبيبة مراسل ميادين من صنعاء. نرحب بك مجددا الأستاذ خوليو دياز الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني الشعبي، وأنت معنا من أليكانتي في إسبانيا، أهلا ومرحبا بك. وبداية يعني أستاذ خوليو نريد أن نعرف موقف الحزب الشيوعي الإسباني الشعبي من هذا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 13 بعد المئة على التوالي. أولا شكرا لكل ما تقومون به من عمل ليسمح لنا نحن الذين نعيش في هذه المنطقة أن نكون على بينة مما سيحصل في منطقتكم. هذا أولا شكر، كلمة شكر لكم لما تقومون به. وهذا ليس عدوانا برأيي، هذه إبادة جماعية. ليس نعرف أن خلال نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 70 هجوم. هذا ليس عدوانا، هذه إبادة جماعية بكل ما للكلمة من معنى. إبادة جماعية صهيونية ضد غزة. طيب، من المرتقب أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم قرارها حول التدابير المؤقتة التي طالبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، ومن بينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية. ما هي توقعاتكم بشأن القرار الذي ستصدر اليوم محكمة العدل الدولية؟ أتمنى أن يكون ماذا تقولين أن يكون هذا هو قرار المحكمة. يجب على هذه المحكمة أن تفرض على الصهيونيين الوقف عدوانهم. لو كان حكم المحكمة إيجابيا فعليه أن يكون داعما لفلسطين، وإن لم يكن إيجابيا فهذا يعني أن هذه المحكمة هي خاضعة للمصالح الإمبريالية. إن الإنسانية بكاملها تتأمل أن يصدر عن هذه المحكمة قرارا مناصرا للشعب الفلسطيني، وهذه مناسبة لكي نستمر في إدانة هذه الإبادة الجماعية.
وهذه الـ وهذه الإدانة هي ذات أهمية كبرى. نعم. طيب، في سياق هذه الإدانة، الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا قالت فيه بأنه لا أساس للإدعاءات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، وأنها لن تستبق قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة المرتقب اليوم. كيف تعلقون على هذا الكلام للخارجية الأمريكية والاستمرار بنفي كل الإدعاءات التي تتعلق بارتكاب إسرائيل إبادة، جرائم إبادة جماعية في غزة؟ ما هي الشرعية الذي يتكلم بها هذا البلد الذي سمح لنفسه أن يلقي قنبلتين نوويتين على هيروشيما في اليابان؟ أنا أسأل نفسي، ما هي الشرعية التي يتمتع بها ليقول هذا الكلام؟ ما هي الشرعية تمتع بها هذا البلد الذي هجم على أو تسبب بدمار بلاد مثل العراق وغيرهم؟ أنا برأيي ليسوا في الموقع الذي يسمح لهم بإطلاق هذه التصريحات أو هذه التأكيدات. أنا برأيي ما يقولون به هو عكس تماما ما هو الواقع. ففي الواقع ما يتم في الواقع هو إبادة بكل ما للكلمة من معنى. طيب، أيضا ماذا إن أصدرت المحكمة قرارا يقضي بوقف الأعمال العسكرية؟ حركة حماس قالت إنها ستلتزم به إذا التزمت إسرائيل، ولكن ماذا إن لم تلتزم إسرائيل بمثل هذا القرار؟ ما سيحصل ستكون طريقة إضافية لمواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا وحس الحكومات خاصة في البلدان الغربية لكي يضغطوا على إسرائيل ويوقفوا تعاملاتهم التجارية ويفرضوا عقوبات على إسرائيل، وأيضا للضغط على مجلس الأمن لكي يأخذ القرار المناسب في مناصرة للشعب الفلسطيني، ويفرض على الكيان الصهيوني أن يوقف عملياته فورا ووقف العمليات. إن قرار المحكمة أهميته فيما قد يدعم الشعب الفلسطيني، حتى لو لم يتم تنفيذ قراراته، فقرارات المحكمة هي دعم بحد ذاتها للشعب الفلسطيني. طيب، أنتم في الحزب الشيوعي الإسباني الشعبي أستاذ خوليو، ما هي خطواتكم التضامنية وفعالياتكم التي قمتم بها تقومون بها وأيضا تعدون لها للتضامن مع فلسطين وفي سياق إدانة إسرائيل؟ نحن نتحرك على مستويين، المستوى السياسي وهو تحديد بطريقة دقيقة الموقف من الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والدعم التام للمقاومة الفلسطينية. هذا موقف سياسي واضح وصارم ضد الإمبريالية التي تدعم إسرائيل. على هذا المستوى نقوم بحشد حركة شعبية كبيرة ضد الإمبريالية والحركة الصهيونية ودعما للشعب الفلسطيني، وأيضا نقوم بأخذ موقف صارم تجاه الحكومة الإسبانية لكي تقوم بدورها بأخذ المواقف المناسبة مناصرة للشعب الفلسطيني
وضد الكيان الصهيوني، ونحن نضغط لكي تفك ارتباطها إسبانيا بإسرائيل وتسحب وتوقف علاقاتها الدبلوماسية فورا معها. في هذا السياق أيضا أسألك عن مواقف الحكومة الإسبانية. الموقف الإسباني وصف بأنه متميز عن باقي الدول الأوروبية ومتقدم، أنتم كيف ترون هذا الموقف الإسباني من العدوان الإسرائيلي على غزة؟ La realidad es que el gobierno español tiene que enfrentar una grandísima movilización y solidaridad. الواقع أن الحكومة الإسبانية عليها أن تواجه حشدا أو تحركا شعبيا ضخما في إسبانيا. وهذا سيضعها بموقع حرج فيما يتعلق بدعمها أو لوجودها في حلف الشمال الأطلسي. والحكومة الإسبانية عليها أن تدعم أكثر حل الدولتين، لأن هذا هو الحل. ولكن في الواقع إن الحكومة الإسبانية وافقت المساهمة بالعمليات العسكرية في البحر الأحمر، ووافقت أيضا، وهناك فرقتين إسبانيتين موجودتين في البحر المتوسط قرب من فلسطين. فهذا يعني أن الحكومة الإسبانية لا تأخذ الموقف المناسب من مناصرة الشعب الفلسطيني. فهي صحيح أنها تتميز عن مواقف الولايات المتحدة، لكن هذه المواقف غير كافية، لأنها نرى الحكومة الإسبانية في المقابل تدعم تحركات الولايات المتحدة على الأرض في أكثر من مناسبة. طيب، ما المطلوب من الحكومة الإسبانية برأيكم لتكون مواقفها داعمة أكثر لفلسطين؟ وما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها ولم تتخذها حتى هذه اللحظة؟ على الحكومة الإسبانية أن تأخذ الموقف الذي قاله جوزيف بوريل باسم الاتحاد الأوروبي، والذي يدين العدوان الإسرائيلي على غزة، ولكن عليها أن تجد الحل المناسب للوضع الذي نحن فيه. لماذا على الحكومة الإسبانية أن تدعم دولة محتلة مثل الكيان الصهيوني؟ هذا لا أفهمه. لماذا على الحكومة الإسبانية أن تدعم إقامة مستوطنات مثلا على أراضي فلسطينية؟ فهذا، ولكن إن صمود غزة وصمود فلسطين هو ما يفرض على الحكومات بما فيها الحكومة الإسبانية الدعم حل الدولتين ودعم القضية الفلسطينية. نعم. طيب، أيضا يعني إسبانيا أكدت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز كان دعا الدول الغربية إلى الاعتراف أيضا بدولة فلسطين. ما الذي استجد في هذا الشأن؟ وهل يمكن أن تقدم إسبانيا على هذه الخطوة وحدها إذا لم تلتحق بها الدول الأوروبية؟ لا تستطيع إسبانيا أن تأخذ قرارا مثل هذا. قرارها يجب أن يكون ضمن قرارات الاتحاد الأوروبي. ماذا
ما هو الحل المطروح الآن؟ هو الحفاظ على غزة بوضعها الحالي وإقامة جدار فاصل، هذا هو الحل، سياسة الجدارات الفاصلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هذا هو حال الدولتين الذي يتكلمون عنه. حل الدولتين يقوم باعتراف متبادل بين الدولتين ويسمح لي بدون أن يعزل أي شعب أو بدون عزل الشعب الفلسطيني ضمن أراضيه. ما يقام ما تقوم به إسرائيل حاليا في غزة هو إبادة بكل ما الكلمة من معنى ولا يمكن توصيفه بشيء آخر. نعم. طيب أيضا يعني هناك مقترح أوروبي وأنتم تؤيدون حل الدولتين لحل الدولتين، ولكن في ظل هذا الانقسام في المواقف بين الدول الأوروبية، إلى أي مدى تستطيع أوروبا أن تمضي وأن تضغط باتجاه حل الدولتين أو أن تفرض أي مشروع تراه مناسبا في هذا الشأن؟ أظن أن الاتحاد الأوروبي لديه حظوظ قليلة وهامش ضيق جدا في هذا الإطار. إذا الولايات المتحدة فهمت أن الحل إذا قبلت الولايات المتحدة بحل الدولتين فهذا ممكن، فهذا يكون ممكنا، ولكن على الولايات المتحدة أن يكون موقفها واضحا وصارما أكثر لدعم الموقف الأوروبي لحل حل الدولتين. مثلا ما يحدث الآن في أوكرانيا، ماذا استطاعت أوروبا أن تقوم به، وخاصة أن معظم بلدانها هي جزء من الحلف الأطلسي؟ طيب أستاذ خوليو، يعني هناك تحول في الرأي الأوروبي تجاه ما يحدث، يعني فنلندا تقول أنه طفح الكيل وأن وقت الدفاع دفاع إسرائيل عن نفسها انتهى. أيضا تبعنا لفرنسا أيضا تغير في المواقف وأصبحت المواقف متقدمة أكثر لناحية حقوق الإنسان والحفاظ على حياة المدنيين. بلجيكا لديها موقف جيد. بالتالي اليوم من هي الدول التي بدأت تغير على المستوى السياسي من يعني رأيها أو من تصريحاتها على الأقل باتجاه فلسطين، وإلى أي مدى برأيكم كان للتحركات الشعبية الأوروبية أثر على السياسة الأوروبية؟ نعم. لا شك أن ضغط الشعب الشارع الأوروبي، ضغط الشارع لا شك أن كان له تأثير على ذلك، ولكن عليه أن يستمر هذا الضغط لكي يتم وقف العلاقات التجارية وفرض عقوبات على إسرائيل. وفليعلم الجميع أن هذه الحركة الشعبية الأوروبية لن تتوقف، وقد استطاعت أن تؤثر بشكل مباشر على سياسات بلادها. منذ في بداية العدوان الإسرائيلي ب 7 أكتوبر رأينا فاندرلاين كيف تدعم إسرائيل وتدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن هذا تغير. لماذا؟ لأن الشعب في الشارع أظهر دعمه الكبير لفلسطين وإدانته لما تقوم به إسرائيل وإدانة حكوماته التي تدعم إسرائيل. طيب
عشية إصدار محكمة العدل الدولية قرارها، إذا كانت بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، قدم وفد من المحامين الدوليين دلائل لمحكمة الجنايات الدولية تؤكد ارتكاب إسرائيل الإبادة. أستاذ خوليو، نذهب لنتابع هذا التقرير لموفد الميادين إلى لاهاي موسى عاصي، ثم نناقش أهمية هذه التحركات. دلائل قاطعة قدمها فريق المحامين الدوليين إلى مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي تثبت بما لا شك فيه ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. المحامون قدموا 15 ملفا مقرونا بوثائق حسية ومنها أممية تلقفها مكتب المدعي العام وضمها إلى تحقيقات بدأها المكتب. المحامون خرجوا من لقائهم متفائلين بالمسار القانوني لمحكمة الجنايات. أعتقد أن إسرائيل وحلفائها من الديمقراطيات الغربية لم يفهموا حتى الآن أن هناك تحولا كبيرا في الولايات القضائية للمحاكم الدولية، وأن الانتهاكات خطيرة جدا، إذ لا يمكن لهذه المحاكم ألا تستجيب للقوانين الدولية. سنرى ما سيصدر عن محكمة العدل، وبالنسبة إلى محكمة الجنايات فالعمل جار على قدم وساق، وبالتأكيد ستتخذ إجراءات. أتمنى أن يكون هناك في القريب العاجل هناك طلبات من مكتب المدعي العام بناء على التكييفات القانونية التي سوف يقوم بها لملاحقة بعض القاضى الإسرائيليين المتورطين بالجرائم، سواء جريمة الإبادة أو جريمة الحرب أو جريمة ضد الإنسانية. استنادا إلى توقيع إسرائيل على قانون الإبادة، فهي مجبرة على الموافقة على قرار المحكمة الدولية، ولكن حتى لو رفضت التطبيق فإن القرار يعد انتصارا استثنائيا لفلسطين. كون مجلس الأمن أصبح رهينا في يد الولايات المتحدة الأمريكية هذا نقاش طبعا آخر، لكن نحن الأهم عندنا هو أن يصدر هذا القرار الوقتي. هذا انتصار، سيكون ملحمة أن يصدر قرار غدا من محكمة العدل الدولية، وأي إجراء سيتم في المستقبل من الجنائية الدولية سيكون إنجاز قضائي كبير. وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تترأس وفد بلادها أمام محكمة العدل الدولية عقدت سلسلة اجتماعات في محكمة الجنايات الدولية. المحامون الدوليون عدوا الخطوة دعما لمسارهم في السعي لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم. بموازاة تحرك جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، يأمل المحامون الدوليون واستنادا إلى الدلائل التي قدموها هنا أمام محكمة الجنايات الدولية أن تبدأ هذه المحكمة قريبا في مسار تسطير الدعوات إلى محاكمة المسؤولين عن الإبادة، لكنهم قلقون كثيرا من الضغوط السياسية التي تمارسها الدول الحليفة لإسرائيل. موسى عاصي من أمام مقر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، الميادين. أستاذ خوليا، نتحدث عن مئات المحامين الذين يتحركون، محامين دوليين نحو المحكمة الجنائية، وذلك لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم في هذا العدوان. أي أهمية لهذه التحركات بالتزامن مع دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية؟ هذا أمر مهم جدا للغاية. ما يقوله مراسل ميادين فهو بحد ذاته إثبات لا قاطع على ما تقوم به إسرائيل من إبادة. ما يقوم به هؤلاء المحامون هو ذات أهمية قصوى وأساسي، وهي خطوة إضافية التي من بين كل الخطوات التي علينا جميعا أن نقوم بها باتجاه دعم الفلسطينيين وإدانة إسرائيل. علينا جميعا أن نعمل بشكل مستمر لفضح وإدانة هذه الإبادة، ورغم ذلك نرى أن الأسلحة لا تزال تصل إلى إسرائيل. لذلك علينا أن لا نوقف عملنا على جميع المستويات للضغط في جميع الاتجاهات
وحيث يكون ذلك ممكنا لكي يتوقف الدعم الأمريكي أو الدعم الغربي لإسرائيل. طيب أيضا يعني بالحديث عن غزة اليوم، غزة تعاني من مجاعة ويتم استهداف المدنيين هناك عند تجمعهم لاستلام ما تيسر من مساعدات غذائية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن هناك تحركات تضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الغذائية ورفع القيود عليها. هل يمكن أن نرى في المستقبل القريب، وخاصة يعني بعد قرار محكمة العدل الدولية المرتقب اليوم، تحركات أكبر لوقف إجبار إسرائيل على وقف حرب التجويع في غزة؟ أظن نعم، أنا متفائل، أنا متفائل جدا. نحن في الغرب نسأل أين هي الدول العربية، أين هي الممالك العربية مما يحصل في غزة، وأين هي هذه الحكومات مما يحصل في منطقة قريبة منهم على حدودهم؟ لماذا لا يدعمون الفلسطينيين ولماذا يدينون الحركة الحوثية؟ أنا لا أفهم. كل هذه البلدان العربية أو الإسلامية لا أفهم كيف لا تقوم بما يلزم لكي يتوقف العدوان على غزة. نحن ما نراه اليوم هو بالضبط ما حصل في فارسوفيا أو في لينينغراد في الماضي، وما نراه اليوم هو ما قام به النازيون خلال الحرب العالمية الثانية. فأين هي البلدان العربية من هذا كله، من هذا هذه النازية الإسرائيلية؟ فعلى الإنسانية بكاملها أن تقف ضد هذه الإبادة بشكل فوري وضغط لكي يتوقف هذا الحصار غير الإنساني ضد غزة وحرب المجاعة هذه وحرب المجاعة التي تقوم بها إسرائيل. طيب تحدثت عن القوات المسلحة اليمنية والدور الذي تقوم به في البحر الأحمر ومنع السفن المتوجهة لإسرائيل من الوصول إليها حتى رفع القيود على الغذاء ووقف العدوان على غزة. ما رأيكم بهذه التحركات للقوات المسلحة اليمنية وللجبهات المساندة الأخرى في العراق، المقاومة العراقية التي تطلق صواريخ على القواعد الأمريكية وحتى في الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان؟ كيف يعني ما هو موقفكم من هذه العمليات المساندة من فصائل المقاومة في المنطقة؟ إن محور المقاومة هو المثال الأفضل للإنسانية التي تجمع الجميع، الحس الإنساني الذي عليه أن يجمع الإنسانية بجميعها جمعاء. فما يحصل في اليمن ولبنان والعراق دليل على هذا الحس، حس التضامن الإنساني الذي أن يكون درسا للإنسانية جمعاء لكي تضغط لإنقاذ الشعب الفلسطيني. ما إن العدوان على فلسطين هو ليس بيد الإمبريالية، ومن له الكلمة الأخيرة على الأرض على ميدان المعركة حاليا هو ميدان المقاومة، هو محور المقاومة وليست الإمبريالية، لأن محور المقاومة أثبت قدرته الهائلة على فرض واقع على الأرض وأثبت قدرته على التضامن الإنساني.
resistencia palestina, Irán, Irak, Siria. Desde من فلسطين إلى إيران إلى العراق إلى اليمن إلى لبنان، هذا مثال وهذا درس لنا جميعا أنه علينا أن نقف ضد هذا العدوان وأن التضامن يأتي ثماره. هذا درس لنا جميعا بأن التضامن مهم جدا ويؤتي ثماره. وما تقوم به المخابرات الأمريكية من دعم للدولة الإسلامية لن ينجح في ردع هذا المحور. نعم، طيب، عندما تحدثت أستاذ خوليو عن أهمية التضامن، أي أهمية، قلت أنه يأتي أكله ويؤتي ثماره، أي أهمية للتضامن العالمي اليوم برأيكم في هذه المعركة؟ أظن أن هذا التضامن هو ذات أهمية بالغة إذا استطعنا من خلال الضغط الشعبي ومن خلال التحركات القضائية والتحركات الشعبية، وإذا كل بلد من البلدان قام بما عليه بالضغط اللازم، أنا أظن إذا قمنا جميعا بهذا المجهود فلابد أن يشكل ذلك رادعا لإسرائيل، لأن الوعي العالمي الوعي الشعبي العالمي تغير، وهذا ما سيخلق ذاكرة جماعية شعبية مناهضة لكل ما تقوم به إسرائيل في فلسطين ومساندة للشعب الفلسطيني. في إسبانيا هذا التوجه هو على يتمدد ويتطور ويزداد يوما بعد يوم. حاليا يمنع على المتظاهرين رفع الأعلام الفلسطينية في فرنسا، ولكن هذا ليس الوضع في إسبانيا، يسمح لهم ذلك. طيب، أيضا أريد أن أسألك عن الأمم المتحدة، يعني نحن تابعنا الإدانات الأممية التي بدأت تتصاعد مع استمرار هذا العدوان وتواصل المجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، ولكن كل الإدانات كانت بلا فعل. من يعطل اليوم تحرك الأمم المتحدة، وهل يعني هذا الخلل الموجود فيها يمكن إصلاحه؟ صعب جدا، لأن الولايات المتحدة والحلفاء يسيطرون عمليا على الأمم المتحدة، فمستحيل، يعني صعب جدا، لأن الولايات المتحدة وإنجلترا هي تدعم إسرائيل، وبالتالي لا تستطيع الأمم المتحدة أن تفعل شيئا عندما تكون الولايات المتحدة مسيطرة بهذه الطريقة. فإن الضغط الشعبي الدولي هو مهم جدا، وعليه وعلى الأمم المتحدة أن تأخذه بعين الاعتبار، ولكن إذا تعتبر نفسها الأمم المتحدة أن دورها هو وقف الأعمال العدائية ونشر السلام، فعليها أن تجد الوسيلة لذلك، لأن الوضع الحالي هي مكبلة لا تستطيع شيئا. أنتم كيف تصفون رأي دور الولايات المتحدة في هذا العدوان؟ هي تقول بأنها يعني تحاول نشر السلام، وهناك من يعني وهي تدعم إسرائيل في هذا العدوان. أنتم كيف ترون دورها، شريك حليف أم داعم لإسرائيل؟
الولايات المتحدة إن الولايات المتحدة والحلف الشمال الأطلسي الذي هو الحركة الإرهابية التابعة للولايات المتحدة، فما يقومون به هو دعم مطلق لإسرائيل. وفي الحوض الشرقي الأبيض المتوسط بالنسبة لهم المصلحة الأولى والأولية وهي إسرائيل. في والأسوأ من الولايات المتحدة هو الحلف الشمال الأطلسي. بالواقع إن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لغزة هو دعم أيضا من الناتو، من الحلف الشمال الأطلسي. نعم. طيب، يعني أيضا هذا العدوان على غزة اليوم والذي لاقى تضامنا عالميا، يعني أي دور يكرسه في المعركة الأكبر بين عالم الجنوب المنتفض على عالم الشمال وعلى الإمبريالية؟ عالم الجنوب لا شك أن عالم الجنوب هو مناهض للإمبريالية، وهذا ما يقوم به هو دور أساسي، وهذا أمر نراه بأم العين حاليا. إن فلسطين تقاوم، ومحور المقاومة لا يهدأ، والجنوب بأسره يدعم القضية الفلسطينية. لذلك يمكننا القول أن الشعب الجنوب بأسره هو داعم للقضية الفلسطينية. نعم. طيب، برأيكم اليوم أيضا من يتحمل مسؤولية استمرار هذا العدوان على غزة واستمرار ارتكاب المجازر؟ يعني أنتم أدنتم موقف الدول العربية، التدخل الأمريكي، حلف الناتو، من يتحمل هذه المسؤولية اليوم لاستمرار العدوان؟ حضرتك قلت ذلك، أجبت في السؤال. المسؤول الأول هي الأمم، هو الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي أيضا، حلف شمال الأطلسي أيضا، فبرأيي هذا التحالف الإجرامي ضد الإنسانية هو المسؤول عن استمرار هذا العدوان. نعم. أستاذ خوليو، أنت ترتدي الكوفية الفلسطينية. في أوروبا كانت هناك عدة، وفي حتى في الولايات المتحدة، عدة جرائم كراهية ضد من ارتدى هذه الكوفية. بداية، هل يغير قرار المحكمة من هذا التشدد تجاه من يتضامن مع فلسطين برأيك، حتى على المستوى الدول الرسمي وعلى مستوى التطرف الذي يشهد المتضامنون مع فلسطين؟ وأريد يعني أن توجه كلمة أيضا للشعب الفلسطيني. حسب البلدان، في بعض البلدان إن مساندة الشعب الفلسطيني هو فعلا غير مقبول، ومثلا ارتداء الكوفية الفلسطينية غير مقبول، ولكن في بلدان أخرى هذا مثلا في كما هي الحال في ألمانيا مثلا، لأن موقف ألمانيا غير مقبول، وأيضا موقف فرنسا غير مقبول. هناك دعم كامل للصهيونية. فإن مواقف ألمانيا وفرنسا مثلا هي مواقف فاشية، يعني نازية، ضد الشعب الذي يتظاهر في الشارع. نعم، هناك مشكلة في إسبانيا، أقل هذه المشكلة، ولكن في سائر البلدان الأوروبية نعم، ارتداء الكوفية هو مشكلة.
نعم. طب كلمة أخيرة توجهها للفلسطينيين وأنت ترتدي هذه الكوفية اليوم في رسالة تضامنية. في إيطاليا مثلا، لماذا؟ إن يعني مثلا ما نراه في إيطاليا هو ملفت، أن كل اليمين الفاشي الإيطالي هو داعم لإسرائيل بشكل مطلق. طيب سؤال أخير، إذا كانت هناك رسالة توجهها للفلسطينيين، رسالة تضامنية ونحن يعني نشاهدك وأنت ترتدي هذه الكوفية. أقول للفلسطينيين إن حربهم هي حرب الإنسانية جمعاء، ونضالهم هو نضال الإنسانية جمعاء. نحن ندعمهم حتى النهاية، وليس أمامنا إلا النصر. إن الشعب الفلسطيني هو شعب شهيد، لكن فلسطين ستنتصر، لا شك أنها ستنتصر رغم كل شيء. شكرا جزيلا لك أستاذ خوليو دياز، وأنت الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني الشعبي، كنت معنا من أليكانتي في إسبانيا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى هنا تنتهي هذه الساعة من التغطية، وعلى رأس الساعة نشرة جديدة لآخر وأهم التطورات مع الزميل مروان الخطيب. إلى اللقاء.